السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخوات على قناة كريبتو اليرت. كالعادة شرح جديد للموقع الرائع كريبتو وير. هذا كريبتو انفستمنت يعطي 3.6 افري داي بروفيت كالكوليشن. هنا ممكن تسوي آلة حاسبة ويدعم البيتكوين والاثريوم بيتكوين كاش واللايت كوين والداتش والدوتش يو اس دي تي اكس ار بي والزي كاش والترون اكس ال ام. هنا وين تسوي سينج اب هنا لوجين. طبعا ننزل تحت بيعطي 0.15 اوري فور ايفر. هنا running date بس 99 يوم. هنا payment proof. هنا chat with us online. طبعا طريقة تسجيل بنروح على sign up. هنا full name email user name password إعادة كتابة الباسورد تعطي sign up. أنا عندي حساب فيه بدخل عليه. راح تجينا هالواجهة بنختار أي عملة اللي راح نودع فيها. اليوم بنشرح على ترون. هنا الداشبورد حقنا. أول شي بنروح نسوي deposit على عملة ترون. المينيموم ديبوزيت 350، اورلي بروفيت 0.52، ديلي بروفيت 12 قطعة .6، ويكلي بروفيت 88، مانتلي بروفيت 378. ترون دايركتلي ميك ديبوزيت. خلاص راح يجيك الباركود والولد حقك. بتسوي كوبي ادرس تروح على اي منصة عندك فيها ترون وتبعت لهم. هنا ويدرو فاوندز اذا عندك رصيد راح يبين. هنا مناج ديبوزيت جمع المناج ديبوزيت حق الوالتات اللي موجودة. هنا الترانزاكشن جمع الترانزاكشن اللي سويناه على الموقع. هنا الويدرو هيستوري جمع السحوبات. طبعا هنا الريفرال بروجرام ناخد رابط الإحالة حقتنا ونروج. عندي 7 إحالات أو ولا واحد مسوي استثمار. سوي كوبي ونروج له. هنا السيكوريتي ضروري تفعل 2FA account عشان ما يتم سرقة الحساب. وهنا إيديت بروفايل تحط الوالد حق الويدرو حقك على أي عملة عندك فيها. هنا لوج أوت. طبعا هنا شات ويد أس أونلاين تكتب يور نيم والإيميل والسؤال حقك راح يردون عليك قريب. طبعا عملة ترون ارتفعت 0.05. الموقع جدا رائع بيدعم جميع العملات الرقمية استغلوه. انا مثل ما اخبركم دائما ما فيني اشرح شيء ثاني. انتوا اكتبوا كريبتو وير في اليوتيوب راح تحصلون الشروحات عليه. الموقع جدا صادق ورائع لحد الحين بيدفع وانتوا عارفين هالمواقع يعني بتدفع في الايام الاولى حقها. وهي ان شاء الله راح يتم. الحين صار له 99 يوم فاستغلوا هذا الموقع وتستهينوا فيه فهو جدا رائع. طبعا مثل ما خبرتكم بيدعم جميع العملات الرقمية. اذا ما عندك ترون ممكن تختار اي عملة عندك فيها رصيد. مثلا ممكن تسوي استثمار على الدوج ولا على اللايت كوين ولا على الزيكاش اي عملة عندك فيها. وهذا كان شرحنا اليوم على هذا الموقع. اشوفكم في شرح ثاني ومع السلامة.